نتعرف على أخطر بركان سيودي بنهاية هذا الكون تماما. بركان عدن، أخطر بركان في العالم، بركان يشير إلى قيام الساعة. أي بركان في العالم قد تسمع عن خطورته وقوته؟ فلن يوازي شيئا أمام قوة هذا البركان المخيف. أكبر بركان خامد على وجه الأرض، يصل امتداده إلى لب الكرة الأرضية المليئة بالنيكل والمواد شديدة الانصهار. تشكلت فوهته البركانية على مر الزمن نتيجة انفجار بركاني قديم حدث جانب البحر الذي يحدها لتتوسع بشكل مخيف، إلى أن وصلت إلى تشكيل مدينة عدن التاريخية التي نعرفها، وهي مدينة يمنية تقع على ساحل خليج عدن وبحر العرب، والتي تشكل العاصمة الاقتصادية لليمن، وتعد ثاني أهم مدينة فيها بعد العاصمة صنعاء. قيل أن كل ما نراه من براكين حول العالم هي مجرد ألعاب نارية أمام قوة هذا البركان. يعد من العلامات العشر لقيام الساعة ونهاية الكون. إنه بركان عدن المدمر، البركان الأخطر حول العالم. كما قيل إنه البركان الذي سيطرد الناس إلى محشرهم يوم القيامة. وحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. ما تفاصيل هذا المكان الذي أخبرنا عنه النبي وحذرنا منه بالاسم منذ مئات السنين، حيث لم يكن أحد في الماضي يعرف إطلاقا أن مدينة عدن تقع فوق فوهة بركان، حتى جاء الإنجليز بالمزامنة مع بداية التطور الحضاري واختراع الطيران. ظهرت مدينة عدن كمدينة مقعرة السطح فعلا لتثبيت حديث النبي عنها، فسماها الإنجليز كريتر، وتعني مدينة الفوهة البركانية. وهذا الأمر يظهر الإعجاز العلمي في وصف النبي لها، وبأن عدن مدينة مقعرة الشكل، ولم يكن ليتضح إلا بالتصوير عن بعد بواسطة التصوير الجوي. قامت البعثة الملكية البريطانية لعلوم البراكين خلال عام 1964 بدراسة بركان عدن الخامد بقيادة البروفيسور جيس، الذي كتب عنوان بحثه: إن البراكين النارية الحالية ما هي إلا ألعاب نارية أمام عدن لشدة خطورته وقوته. هل لك أن تتخيل أننا إذا ضربنا مثالا على بركان كراكاتو في إندونيسيا الذي انفجر عام 1883، والذي اعتبره العلماء أقوى بركان مر على البشرية جمعاء، حيث تسبب في مقتل 36,000 شخص، وسمع الناس دوي الانفجار على بعد مسافة 5,000 كيلومتر، وحجب الرماد والدخان البركاني ضوء الشمس لمدة أسبوع عن الكرة الأرضية، والذي أيضا قدر العلماء قوته بما يوازي 100 قنبلة هيدروجينية، لا يوازي ولو جزءا صغيرا من قوة بركان عدن، ويصنف على أنه لعبة نارية مقارنة بعدن. فمن الذي أخبر سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام أن هذا البركان الخامل سيكون آخر علامات الساعة الكبرى؟ ثم يأتي العلماء بعد ذلك ليثبتوا أنه أعظم وأقوى بركان في العالم رغم خموله.